بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مغردون برتبه جاسوس اين قانون تجريم التطبيع؟ في الاونه الاخيره برز الكثير من المغردين الذين يستخدمون منصه اكس وطبعا اولئك الذين يستخدمون منصات اخرى في من شبكات التواصل الاجتماعي وهم يروجون بشكل واضح للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل واساليب مختلفه يستخدمون هذه الوسائل لكن بطرق مختلفه هم يروجون للتطبيع مع الكيان الصهيوني تاره انتقاد لايران وتاره انتقاد لباقي فصائل محور المقاومه تاره لديه موقف كما يزعم من طريقه اداء محور المقاومة فيما يتعلق بنصرة غزة والمساندة بوسائل وأساليب مختلفة هو يضع نفسه شاء أم أبا عن قصد أو عن غير قصد عن جهل في معسكر وفي دائرة الكيان الصهيوني اللقيط يعني هو يدافع يبرر للكيان يدافع عنه ويبرر لجرائمه بل أحيانا كثيرة بعض هؤلاء علنا يظهرون ويدافعون عن الكيان الصهيوني وعندما افترض المقاومه تقول انها نفذت عمليه جريئه داخل الكيان الصهيوني فياتي هذا المغرد او ذاك ولديه الكثير من الاتباع ومن المتابعين ويشكك ويسخر انت تعرف ام لا تعرف؟ أن هذا الذي تراه في وسائل التواصل الاجتماعي، بل وأولئك الذين يظهرون كمحللين وخبراء، خصوصا الذين يعرفون بأنهم خبراء أمنيون وعسكريون، والكثير منهم يبدأ ويتحدث ويقول أنا هذا تخصصي، أنا هنا لا أتحدث عن حب أو بغض، أنا فقط أتحدث عن فهمي وتجربتي وخبرتي العسكريه والامنيه، لكن ما هي النتيجه؟ انه يضعف من محور المقاومه ويظهر ان كل ما تقوم به فصائل المحور والجمهوريه الاسلاميه والمقاومه الفلسطينيه هو هباء وهو خساره ويجب ان لا تكرر. بل ويدعو يعني خاصة في العراق نحن الآن نتحدث لأنني سأتحدث وأشير إلى قانون تجريم التطبيع في العراق خصوصا في العراق وإحنا ما لنا وما لنا وهذه الحرب يجب أن ننأى بأنفسنا عن هذه الحرب وكل تحليلاتهم يجرمها قانون تجريم التطبيع بس وين اللي طبق؟ اساتذه جامعات اكاديميون يظهرون في القنوات الفضائيه مع كل الاسف لا يوجد من يحصي ويتابع ما يقومون به الذي يجرمه اكرر يجرمه قانون تجريم التطبيق هذا القانون هذا القانون الذي بين ايدينا راح اقرا لك بعض الفقرات وراح تشوف ومن هنا ادعو إلى تأسيس منظمة أو جماعة من قانونيين من حقوقيين من نشطاء من جمهور الحشد من جمهور المقاومة وفق القوانين المرعية لمتابعة هؤلاء وتقديمهم إلى العدالة. خصوصا أولئك الذين أقول وأكرر يظهرون في القنوات الفضائية. يتقدمون الى كافي محابات نحن فقدنا خيرة رجالنا والعدو لا يزال يكرر تهديداته ويواصل جرائمه شنو المحابات شنو المجاملة وليش هؤلاء يظهرون في قنوات تابعة للمقاومة قنوات ملتزمة والله الرأي والرأي الآخر لا هذه أكذوبة الرأي والرأي الآخر قانون تجريم التطبيع نقلا عن جريدة الوقائع العراقية رسمي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم واحد لسنة 2022 شو يقول هذا القانون؟ طبعا بعد ان صادق عليه رئيس الجمهوريه باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة أولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور إصدار القانون الآتي رقم واحد لسنة 2022 قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني التعاريف مهمة جدا هذه الماده واحد يقصد بالتعابير والمصطلحات الاتيه المعاني المبينه ازاء كل منها لاغراض هذا القانون، اولا الكيان الصهيوني انتبه الكيان الصهيوني مو اسرائيل مو دوله اسرائيل هذا الذي وهي هنا مسؤوليه هيئه الاعلام والاتصالات لمتابعه هذا الموضوع لان هو تصير الفه عندما تذكر اسم هذا الكيان وانت جاي تقر بوجوده يقول قامت اسرائيل في ما اسمه اسرائيل اسم الكيان الصهيوني كما ياتي في القانون الذي هو يعني شنو يعني الكيان الاسرائيلي المحتل أراضي دوله فلسطين منذ منذ سنه 1948 او اي اراضي عربيه اخرى ثانيا التطبيع كل فعل انتبه كل فعل من شأنه أن يحقق مع الكيان الصهيوني أي صورة من صور التعامل أو يؤدي إليه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف إقامة العلاقة مع الكيان الصهيوني أي نوع من أنواع العلاقة. الأهداف المادة اثنين يهدف هذا القانون لتحقيق الأغراض الآتية. أولاً حظر وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. ثانياً منع إقامة منع إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال حتى عن طريق التغريدات المادة الثلاثة يسري هذا القانون على كل من أولا العراقي الشخص الطبيعي والمعنوي داخل العراق وخارجه ثانيا مؤسسات الدولة العراقية وسلطاتها الاتحادية كافة يعني ما يصير في كردستان أو في أربيل أو في أماكن أخرى يأوون المطبعين هذا هاي جريمة ثالثا رئاسه وحكومات الاقاليم في العراق ومجالسها النيابيه ومجالس محافظاتها واداراتها المحليه ومؤسساتها كافه رابعا الادارات المحليه في العراق ومجالسها غير المنتظمه المنتظمه في اقليم ودوائرها ومؤسساتها كافه خامسا وسائل الاعلام العراقيه العامله داخل العراق وخارجه الجرائم والعقوبات جاي نوصل للثقيل المادة أربعة أولا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من سافر إلى الكيان الصهيوني إيش قد سافروا للكيان الصهيوني ذاك اليوم صحفي اسمه صحفي وعضو في نقابة الصحفيين يعتقل في كربلاء وما يذكرون أنه هذا سافر إلى الكيان الصهيوني مع أنه في, في تغريداته يحض ويحرض على المقاومين وعلى الحشد الشعبي وضربهم أو زار إحدى سفاراته أو مؤسساته في دول العالم كاف أو اتصل بأي منها ثانيا لا تسري هنا هذه كارثة هذا يجب أن يغير ثانيا لا تسري أحكام هذه المادة على الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية العراقية وهذا أيضا موضوع خطير يجب أن ينتبه إليه المادة الخامسة بالثقيل يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من قدم اي نوع من انواع المساعدات او التبرعات، التبرعات الفلوس او الهبات غير المساعدات او قبل ايا منها من الكيان الصهيوني او مؤسساته، وقلت لك هذا من تسوي منظمه، هاي المنظمه, المنظمة تيجي تفصل في هذه الامور. الماده السادسه ست ستة يعاقب بالاعدام او بالسجن المؤبد. كل من أقام أي علاقة من مع الكيان الصهيوني دبلوماسية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو أمنية أو ثقافية أو أي عل أي علاقة من نوع آخر ما تفلت منها المادة السابعة يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد يعني ماكو حل ثالث إعدام لو سجن مؤبد شوف هنا وأختم كل من طبع أو تخابر مع الكيان الصهيوني أو روج له او لاية افكار. ما اللي يسوي ريتويت او يعلق على صهيوني رسمي او يتابعه هذا يشمله تابعه مجرد المتابعه يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من طبع او تخابر مع الكيان الصهيوني او روج له او لاية افكار او مبادئ او ايديولوجيات او سلوكيات صهيونيه او ماسونيه باي وسي باية وسيله كانت. علنيه او سريه بما في ذلك المؤتمرات او التجمعات او المؤلفات او المطبوعات او وسائل التواصل الاجتماعي او اي وسيله اخرى غير التواصل الاجتماعي. وطبعا الماده الثامنه يعاقب بالاعدام والسجن المؤبد او السجن المؤبد كل من ينتمي لاي مؤسسه من مؤسسات الكيان الصهيوني. حقيقه احبائي هذا يجب ان لانه الكثير من الشباب والشابات قد ما يعرفون بهذا القانون، طبعا جهلك بالقانون لا يبرئك من ان تحاكم وفق هذا القانون. تابعونا. الكيان اللقيط يتمدد ليبتلع العراق ودولا أخرى مطبعة مع كل الأسف يبرز كما ذكرنا في المحور الأول الكثير من أولئك الذين يظهرون على قنوات فضائية كخبراء وكمحللين استراتيجيين وخبراء في الأمن وال... والكارثه هؤلاء معظمهم من ضباط النظام السابق الذين بسببهم اقول بسبب هذه التحليلات التي يقدمونها قام النظام السابق بحماقاته وخسر كل الحروب التي اشعلها بدءا من حربه على الجمهوريه الاسلاميه ومرورا بحربه وغزوه لدوله الكويت الشقيقه و انتهاء بالغزو الذي حصل في 2003 وسقوط النظام السابق وهو هؤلاء الخبراء الذين الان يريدون ان ينقلون لنا تجارب تجارب هذا النظام السابق في تحليلاتهم الامنيه وهم يثبطون العزائم ويعملون بشكل او باخر عمدا او تطوعا كرها او طوعا للكيان الصهيوني. طبعا الكثير منهم وردت أسماءهم في قاعده البيانات التي نقلتها نقلتها المقاومه الفلسطينيه في 7 اكتوبر 2023 من العاملين مع الوحده 8200 هسه نقول من يقولون احنا شو وايران دائما والله ايران عندها فصائل في العراق وتحركهم وهذه الفصائل العقائديه واحنا ما لنا وما لذلك ذلك ويجب ان ننأى بأنفسنا عن أية حرب تشتعل أو تعلن في المنطقة نعم سياسة النأي بالنفس مو معناها أنه أنت ستسلم من هذا الكيان الصهيوني الذي هو حطك في دماغه في عقيدته أن تكون دائما توضح وهذا المهم جدا وهذا مطلوب منا جميعا وتحديدا من الدولة الدولة العراقية وهو ان الحاله التي يعني تميز او توصف بها هذه الحاله بين يعني هذا الوضع القانوني بين العراق والكيان الصهيوني هي حاله حرب. منذ 1948 هذا مع كل الاسف لا يذكر من قبل هؤلاء ولا يذكر من قبل المذيعين الذين ايضا يفتحون حوارات للنقاش هدفها كلها هو تضعيف واضعاف عفوا محور المقاومة وبالنتيجة خدمة الكيان الصهيوني شوف هس الكيان الصهيوني نفسه وزير المالية في هذا الكيان اللقيط بتسل إيل هذا يقول إن الأرض الموعودة بعقيدتهم تضم سوريا ولبنان والعراق والعراق أؤكد وهذا هذه الاوهام دائما تراود قاده هذا النظام وهذا الكيان وهذا عضو بارز الان في حكومه الحرب وهذه تصريحاته تتناسق مع تصريحات رئيس الوزراء وغيره من القاده في الكيان الصهيوني. يقول هذا الرجل آه وكان حتى منذ ان كان عضوا في الكنيست اي البرلمان يقول ان حدود القدس يجب ان تمتد. حتى العاصمة السورية دمشق وإن على إسراء طيل الاستيلاء أيضا على الأردن دولة مطبعة وقعت اتفاق وادي العربة وهذا الكلام كما قلت لكم يكرره مسؤولون في هذا الكيان الصهيوني في مناسبات عديدة بما يعني أن لديهم خطط خططا فيما يسمى باليمين المتطرف ولا تصدقوا هذه المقولة كما أن في أمريكا والله جمهوريين وديمقراطيين في هذا الكيان مسوي لك يمين والله يسار كلهم هذا الذي احتل ارضك هو يريد ان يبتلع دولا اخرى حسب نظريه اسراطيل الكبرى ويقولون انه احنا يجب ان نحتل اجزاء واسعه من منطقه الشرق الاوسط اللي هم قاعد الان يتحدثون عنه فيما يسمى بالشرق الاوسط الكبير او الجديد وهذا مشروع قديم ويستند داعمو هذا المخطط الى ما يسمى بالتوراة في احد النصوص والتي عززتها اصوات الحركة الصهيونية نفسها منذ تاسيسها من قبل هيرتزل فيقول مثلا هذا سيمورتش خلال خلال يعني دائما زياراته وخلال تصريحاته ويظهر واحدة من المرات ذهب الى باريس ووقف وخلفه ارض خارطة تضم ارض اسرائيل الكبرى المزعومة تضم كامل فلسطين التاريخية والأردن أكرر الأردن وطبعا أنكر سيموتريج حق الشعب الفلسطيني في الحياة أنكر وجود شعب فلسطيني كما فعل النتنياهو عندما ذهب العام الماضي وهذا العام وعندما أظهر خارطتين واحدة منهما عن خارطة الشرق الأوسط الجديد ليس فيها شيء اسمه شعب فلسطيني زاعما أن هذا الشعب يعني الفلسطيني هو بدعة تم اختراعها قبل مئة عام لمحاربة المشروع الصهيوني في أرض إسراطيل أنا ما أجيب اسم الكيان لأنه يعني هنالك حسابات تقنية في اليوتيوب تفاعلا مع هذا الفيديو الذي بث آنذاك لسموثريج نشر الكاتب ديفيد ميلر يساري عبر حسابه على منصة إكس خريطة تزعم ان حدود دوله اسرائيل الكبرى تشمل اجزاء من مصر المطبعه في كام ديفيد والعراق الذي يقولون يجب ان ينأى بنفسه عن اي حرب في المنطقه والسعوديه التي يبشرون بانها تريد التطبيع مع هذا هذا الكيان وسوريا التي حاولوا اسقاط نظامها فيما يسمى بثوره الربيع للاستيلاء على المنطقه تدريجيا والتمدد نحو العراق الى جانب كامل فلسطين التاريخيه والاردن ولبنان كما قلنا ولبنان وهذا الكاتب اليساري ديفيد ميلر ارفق نصه في اكس مفاجاه تعليق قال مفاجاه هو يقول مفاجاه سربرايز لقد كان العرب على حق منذ البدايه بشان اسرائيل الكبرى لقد كانت هذه هي الخطه دائما لانه كانوا العرب سابقا من يتحدثون يعني في الاعلام انه يابا خارطه لاسرائيل الكبرى فيقولون لا هذه بالاوهام هذا ما موجود وكذب لا هذا حقيقه. عموما يعني اذا نريد ان نتحدث تاريخيا عن جذور هذه الاوهام التوسعيه وهذه الخطه لما يسمى باليمين المتطرف فانها تعود كما قلنا الى معتقدات دينيه تفيد بان الارض الموعوده تمتد من نهر النيل في مصر الى نهر الفرات بالعراق يعني انت متورط متورط اذ يزعم معهد التوراة والارض الاسرائيلي بين قوسين سانو كانت تفوت مني الكلمه سامحوني عبر موقعه الالكتروني ان ارض اسرائيل الكبرى تمتد من نهر الفرات شرقا الى نهر النيل جنوبا واشار الى ان هذه الخطه تركز على اضعاف الدول العربيه وتقسيمها لاحقا في اطار المشروع التوسع الصهيوني وعلى الاستيطان بالضفه الغربيه وطرد الفلسطينيين من فلسطين وضم الغرف الضفه وقطاع غزه لهذا الكيان. واضاف ان يعني هذه العقيده ان اسرائيل الاسرائيل الكبرى ستضم اجزاء اكرر من لبنان وسوريا والاردن والعراق ومصر والعراق ومصر والعراق ومصر والسعوديه وستنشئ عددا من الدول الوكيله لضمان تفوقها الكيان يعني في المنطقه وان وثيقه ينون هي استمرار هاي اللي تحدثت عنها قبل قليل في هذا المعهد هي استمرار لمخطط الاستعمار البريطاني في الشرق الاوسط وان اقامه اسرائيل الكبرى تتطلب تفتيت الدول العربيه القائمه حاليا وعلى راسها العراق. الى دويلات صغيره تصبح كل منها معتمده على هذا الكيان في بقائها وشرعيتها، يعني, يعني بقاء الدول يستند الى قوه هذا الكيان، لان الاخير يعني هذا الكيان اسرائيل لا تستطيع الاستمرار في البقاء الا اذا اصبحت قوه اقليميه مهيمنه. وتدعو هذه الوثيقة لتقسيم العراق إلى دولة انتبهوا دولة سدولة يقول كردية ودولتين عربيتين واحدة للشيعة وأخرى للسنة قريم السني وأيضا تقسيم لبنان وسوريا وإيران والصومال وباكستان إضافة لتقسيم دول شمال أفريقيا وعلى رأسها مصر والسودان وليبيا وبقية المنطقة وسيتم تقسيم الدول العربية وغيرها على أسس عرقية أو طائفية وفقا لحالة كل دولة جاهزين بالعراق إحنا فعلى أي حال أحبائي يعني هذه الخطة تركز على إضعاف الدول العربية كما قلنا وطرد الفلسطينيين من الضفة أيضا وضمها وقطاع غزة لهذا الكيان طيب تعلمون كما أشرت قبل قليل وأشرت سابقا إلى خارطة أو خريطتان نتنياهو خريطتان نتنياهو لأنه هذه يعني مو بس بوتريش نتنياهو وغيره وغيره من المسؤولين في هذا الكيان آه عرض نتنياهو الذي يتزعم حزب الليكود اليميني مما يقشرون بين يمين ويسار خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 سبتمبر أيلول الماضي عرض خريطتين تظهران الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن أراضي إسرائيل الخريطة الأولى كما تعلمون كتب عليها النعمة شوفوها والثانية اللعنة وكلاهما اعتبرتهما وزارة الخارجية الفلسطينية في السلطة الفلسطينية استعراضا يكشف أجندات اليمين المتطرف التوسعية ليش ساكتين ليش باقين في اتفاقات أوسلو أنقل هذا الكلام عن وزيرة العدل الصهيونية إليت بن شاول وأختم اللي كانت نائبه في الكنيست ووزيره عدل في وهي ايضا تدربت في لواء جولاني في العشاء الاخير تادب ذاك اليوم وهي محسوبه على اساس على هذا اليمين المتطرف واصلها عراقي من العراق ابرز تصريحاتها قالت عام 2015 وتكرره دائما في الفتره الاخيره دعت الى تنفيذ نبوءة أشعياء التي دعا إلى تنفيذها وتعهد بتنفيذها أن دعت إلى بقر بطون الأمهات العربيات وقتل الأجنة كي يتم القضاء على نسل أعداء إسرائيل هم راح تقول أنا مالي شو علاقتي بالموضوع ابقوا معنا مسافه صفر مؤامره اختزال الصراع التي يشارك فيها الاعلام وبقوه وايضا اعلامنا العراقي قضيه فلسطين هي قضيه انسانيه قبل ان تكون قضيه اسلاميه لكن في المعادلات التي طرحت قبل وبعد تاسيس هذا الكيان يعني منذ ان توالت الهجرات الى فلسطين المحتله كان الحديث يتم او يجري عن صراع اسلامي اسرائيلي بعد تكوين الكيان لانه العالم الاسلامي كله يعتبر فلسطين قضيه اسلاميه فيها القدس فيها مسرى رسول الله فيها قبله المسلمين الاولى وايضا بما انه فيها أيضا يعني مسقط رأس السيد المسيح عليه السلام فتعتبر يعتبر صراع إنساني إسرائيلي اختزلوا شوي شوي وقللوا من أهمية هذا الصراع وصلوا إلى صراع إسلامي إسرائيلي بعدين شوي شوي يعني أكو دول إسلامية قالت أنا اعترفت بهذا الكيان ومنهم ايران على سبيل المثال بالرغم من ان ايران لم تعترف بشكل رسمي مباشر بالكيان الصهيوني انتبهوا في زمن الشاه. ايران عندما صدر قرار التقسيم 181 هذه معلومات مهمه لم عارضت هذا القرار ان كان الشعب في ايران والمراجع وعلماء الدين تحديدا يقفون موقفا مباشرا ضد الاعتراف بهذا الكيان بس من باب انه اصبح حقيقه واقعه وهو يعرف الشاه السابق الانظمه العربيه كيف اسست وشلون اسست ولماذا اسست فاقام علاقات غير رسميه يعني في يقولون سفاره في ايران هو مو سفاره مكتب تجاري في زمن الشاه فشوي شوي بدأوا يختزلون الصراع ليصبح أص... نحو... يتجه نحو الصراع العربي العربي الإسراطيلي يعني بين العرب الدول العربية وإسرائيل يحيدون الدول الإسلامية وهذا مهم لأنه الدول الإسلامية ويشكلون يعني أولا بالعدد وبالطاقة وبالقدرات المالية والاقتصادية و... و... وحدث ولا حرج هذا كله اخرجوه من معادله الصراع. بعدين اجوا استخدموا سياسه التفرد بالانظمه العربيه لايجاد حلول حتى يهيئون النفس يعني المزاج الشعبي للقبول بهذا الكيان الصهيوني اللقيط اجوا شو يقولون؟ وش قالوا؟ راحوا بعد قمة بعد عفوا معاهدة كام ديفيد او بالاحرى هكذا يعني هي كام ديفيد جاءت على أساس الانفراد بكل دولة على حدة كل كيان يجي يقول يا بابا هذا الكيان العربي أنا شو يعني أنا أهم شيء عندي أراضي خل أفكر بتحرير أراضي سيناء مثلا وأقول يعني من حق الشعب الفلسطيني أن يحصل على حقوقه وأدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقعوا اتفاق كام ديفيد اتفاق كام ديفيد خلاص أخرجه دولة مهمة جدا تشكل ثقلا كبيرا من معادلة الصراع وبدأ تفكك هذا الصراع إلى أجزاء ويعني خلاص التطبيع العربي العام الشامل بالكيان الصهيوني بدأ منذ كام ديفيد ذلك الوقت بعد ماكو ما كانت هنالك ثورة إسلامية لأنه في الإعلام الذي يروج له هؤلاء العملاء والمتصيدون يبررون انه والله ايران هي التي تسببت في ان تتجه دول عربيه نحو التطبيع. خوفا من ايران راحوا الى الكيان. شايف؟ شايف الحجه؟ ايران ما كانت موجوده كثوره اسلاميه كجمهوريه اسلاميه، بالعكس كان الكيان الايراني مع الكيان الصهيوني. ليش أقول التطبيع العربي العام بدأ منذ 78؟ يعني بعد كام ديفيد لأنه في القمة بغداد عام 1978 في تشرين اعترفوا بما سمي بحل عادل للقضية الفلسطينية يقوم على أساس تطبيق حلو كيوت القرارات الدولية 242 و 338 و اثنيناتهن يعترفن بوجود الكيان الصهيوني. وصدام وحزب البعث في العراق كانوا في فلسطين مسوين جبهه التحرير العربيه، يا ابو وين جبهه التحرير العربيه؟ يا صدام راح، جبهه التحرير العربيه وينها؟ زين وين البعثيين من اتباع صدام حسين؟ واولادهم وينهم؟ ليش في كل هذا الصراع على وسائل التواصل وفي المقابلات التلفزيونيه ليش كلهم ضد محور المقاومه ومع محور التطبيع؟ اكو جذور نتحدث عنها ان شاء الله. اجت الثوره الاسلاميه انتصرت في 79 فبداوا يعملون يعني هذا المخطط الصهيو أمريكي بعثه وهابي أرباوي مع احترامي للعرب المخلصين الذين يمثلهم سيد المقاومة ومن معه في لبنان والذين يمثلهم سيد المقاومة في, في اليمن ومن معه الملك الحوثي البوصلة أولا العداء نحو إيران واختزال كل هذا الصراع. تعال شوف قنواتك الفضائيه في العراق. بالصراع الايراني الاسرائيلي. الله هاي فلسطين هاي قبله المسلمين. صارت القضيه اكو اكو صراع، اكو نزاع بين ايران وبين هذا الكيان، وايران واذرعها حلفائها يسموهم اذرع للتقليل من شأنهم وبالتالي التقليل من شان القضيه شوي شوي مشكله شخصيه بين ايران وبين ال... هسه بالمناسبه لا لا اكو عده مسارات يعمل عليها اعلامهم واحده من هذه المسارات والله ما متفاهمين ايران والكيان متفاهمين وهذا اللي تشوفوه كله مسرحيه. سامعين بالدهريين في القرآن الذين يقولون انما يهلكون الدهر إلا انما يهلكون الا الدهر. هذول الصفصطائيين يقول لك ماكو شيء اصلا ماكو ماكو كون ماكو حياه ماكو كل شيء ماكو. هذولا مثلهم. مسار يقول اكو تفاهم وتخادم تخادم ايران تفقد خيره رجالها في طريق القدس. خيرة رجالها منو الحج قاسم منو نيلو فروشان منو حسين همداني منو منو روح شوف القائمة ايران ما قدمت ولا شهيد على طريق القدس مو زين ايران فقدت خيرة حلفائها انت تعرف المقاومة في لبنان تعتبر نفس ايران شلون الامام علي نفس رسول الله اترك دره التاج وهاي التسميات لا لبنان تحديدا مع ان ايران تتعامل مع كل حلفائها بالاحترام والمساواة بس لبنان لها خصوصية رجال لهم خصوصية سنوات الجهاد الطويلة في مواجهه الاجتياح الصهيوني اوجدت نوع من من العشق والحب اذا والعياذ بالله اذا سقط لبنان اقصد سقطت المقاومه في لبنان سقطت الجمهوريه الاسلاميه وسقط كل محور المقاومه نعم هنالك اليماني بس لكل مقام مقال يجون والله ايران باعت وفي المسار اللي كلش الان يشتغلون عليه احنا شو علينا بالحرب بين ايران وبين الاسراطيل الاسراطيل يا بالحرب هي مو بين ايران وبين الاسراطيل ايران تساند من منطلق عقائدي انت يجب ان تساند مو بس من منطلق عقائدي او منطلق قومي اثنين عندك والثالث انت مستهدف كما بينا في المحورين الأول والثاني وتحديدا الثاني هو يقول أنا أريد أبتلعك أنت في محور اللعنة هذا الكلام يجب أن يوضح قنواتنا الفضائية وسائلنا الإعلامية يجب أن تركز على أن الصراع هو مو بين إيران وحلفائها شوية ذا ردنا نحترم من نقول الاذرع والوكلاء وهذا الكيان لا هو صراع بين الانسانيه وهذا الكيان وبين الاسلام والمسلمين وهذا الكيان وبين العرب وهذا الكيان وبين الدول التي يريد هذا الكيان ازالتها من الخارطه ومنها العراق وهذا الكيان في امان